ايه ابو عمار، شو بدك تطبخلنا اليوم؟ والله جا على بالي ملوخيه. شو ملوخيه؟ ما ملوخيه، بدنا اكل ملوكيه. الملوخيه هي الملوكيه. حبايب قلبي، المقادير 100 جرام ملوخيه، كيلو دجاج، عنا 3 سنان توم مدقوقين، عنا معلقتين سمنة، كاسة شاي صغيرة زيت نباتي، وعنا 5 سنان توم صحاح، وعنا معلقة ملح ومعلقة كزبرة وكيلو لحمة. بس أنا سلقته وصار جاهز. منحط معلقتين السمنة هون أول شيء، وبعد منها منحط الزيت النباتي. أكيد أنا خلطت الزيت النباتي والسمنة، وفي ناس أكيد بتفضل الزيت النباتي لحاله، وفي ناس بتفضل السمنة لحالها، بس أنا يعني نحن كشوام غالبا بنحط سمنة، بس في ناس بتقلك الزيت أخف، فلذلك أنا حبيت استخدم شوي من هون وشوي من هون، حبيت استخدم الصنفين. ثاني بس يدوبوا. هلأ بنحط 3 سنان توم بالسمنة، وبعد منا بنحط معلقة الكزبرة اليابسة ومنقليهم، ونحن عم نقلي وعم نشم هالريحة الحلوة رح نبلش نحط الملوخية. أكيد بدنا نحط ونحرك. أكيد أنا الملوخية اللي عم بستعملها ملوخية يابسة، نقعت نص ساعة بالمي وبعد منها عصرتها وصفيتها وصارت بهالشكل هاد، وهلأ عم قليها. أكيد عم قليها بالثوم والكزبرة والسمنة والزيت مثل ما قلت لكم. وبعد ما قليناها بصير شكلها بهالشكل هاد، بتعطينا اللون الثاني أكيد مبينة معكم على الكاميرا، اللي هو اللون من لون الملوخية الخضراء للون الغامق. بعد منا رح ناخد مية الدجاج ورح نضيف مية الدجاج ونكت فوق منا. ونحركها شوي صغيرة، ورح نحط حبات الثوم اللي قلنا لكم عليهم كاملين. بعد ما حطينا الثوم وقلينا الملوخية حطينا مرقة الدجاج. مرقة الدجاج طبعا أنا حطيت بمقدار كاسة مي كبيرة، أكيد رح زيد أرجع مرقة دجاج إذا احتجت. أنا شايف إنه بدنا لسه شوي صغيرة. طبعا نحن حطينا مرقة دجاج بمقدار كاسة ونص شرب مي. هلا رح نحط نص كيلو فروج فوق منهم، أنا طبعا مساوي كيلو، رح أحط نص كيلو فوقهم مشان ياخذوا نكهة الفروج، ورح احط النص الثاني على الوش للزينة. بعد ما حطينا الدجاج فوق الببور بنحرك هيك، وهلا بنغطيها. أنا نوصت الببور على قد ما بحسن وغطيتها، وانتو خلوها على نار هادية نوعا ما شي نص ساعة زمان وبتكون جاهزة. وهي الملوكية، إن شاء الله تكونوا سريتوا، إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة، وأي شيء حابين نطبخ لكم إياه اكتبوا لنا بالتعليقات. أهلا وسهلا يا كرام، والتحية والسلام من الدمشق هالطعام والأكلات الشاميات.
أبو عمر طبخ الخروف والرزة تألوف ألوف، يا عيني على هالملفوف والحافاتي والسجاد. والنفس الشامي يا خال شو بدك كله عالبال، يبرق محشي عال العال والدهني مع الشرحات، واليخني بالبطاطا يا عيني عالبساطة، تتاكل هالقحاطة مع أشهى المقبلات. ملوكية يا ملوخية وقدام الكب النيت، بدي معها شكرية ودوقني الشش بركات. كوسة وشيخ المحشيد شو طاري على كرشي، ما بيضيع لي قرشي بالفوائد والبركات. فتب سمني يا غالي وفول بلبن يا حلالي، يستاهل كل المالي هالقوزي مع السلطات. بهديكم أحلى الأحساس يا أغلى من الألماس، بهديكم أحلى الأحساس يا أغلى من الألماس، وبعيد الفطر يا ناس حضرنا هالمعمولات. البيت الدمشقي.